انطلاقة مميزة قدمها فريق الكرة الأول بنادي غزل المحلة هذا الموسم بعدما نجح في تحقيق نتائج إيجابية مع انطلاق النسخة الحالية من مسابقة الدوري العام. نتائج المحلة لم تكن مجرد صدفة بعدما نجحت إدارة النادي في التعاقد مع عدد مميز من اللاعبين يقودهم جهاز فني كفء تحت قيادة محمد عودة الذي قاد زعيم الفلاحين لتحقيق نتائج جيدة مقترنة مع أداء مميز حاز به الفريق على إعجاب جميع المتابعين حتى الخصوم منهم. وبدأ غزل المحلة الدوري بمواجهة المصري ليتعادل معه بهدف لكل فريق، ثم يحقق فوزه الأول على الصاعد حديثاً إسترن كامباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، قبل أن يضرب إمبي في الجولة الثالثة بثلاثية نظيفة ليتعادل بعدها مع طلائع الجيش سلبياً دون أهداف. قمة الإثارة بالنسبة للفريق المحلاوي كانت في مواجهة الأهلي بالجولة الخامسة من الدوري، حيث تقدم المارد الأحمر بهدفين دون رد ليظن الجميع أن الفريق في طريقه لتحقيق نتيجة إيجابية. لكن مع تغييرات محمد عودة المدير الفني نجح زعيم الفلاحين في العودة إلى اللقاء وتسجيل هدفين قبل أن يتمكن التونسي علي معلول من خطف الثلاث نقاط لصالح الأهلي في الوقت بدل الضائع من المباراة. وعقب المباراة الكبيرة أمام الأهلي نجح المحلة في فرض التعادل على الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري قبل توقف المسابقة لمشاركة المنتخب الوطني في كأس العرب، ويحتل المحلة المركز السادس برصيد 9 نقاط متفوقاً بذلك على عدد من الأندية الكبيرة ومؤكداً على أن كرة القدم لا تعترف سوى بالمجهود في الملعب وليس بالتعاقدات المادية الضخمة والأسماء الرنانة.